طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد الـ Neck Spaces، وهناخد أول محاضرة في الـ Neck Spaces اسمها Suprachyoid Neck Spaces. على فكرة المحاضرة دي من أهم المحاضرات منها خالص، يعني محاضرة مهمة جدا. Neck Spaces دي سؤال مهم جدا، مش بس سؤال، يعني أقصد في الشغل بتاعنا Neck Spaces ده حاجة أساسية جدا. من غير ما يعني من غير Neck Spaces ده المفروض ما تعرفش تكتب Neck Imaging يعني. فالنيك ايمجينج يعني النيك سبيس مهمة جدا في النيك ايمجينج. هناخد النهاردة المحاضرة الأولانية منها سوبر هايويد نيك سبيس. إن شاء الله المرة الجاية ناخد الإنفرا هايويد نيك سبيسز والأورال كافيتي إن شاء الله يعني. طيب، اللي هناخد النهاردة السبيسز اللي هناخدهم، هناخد الماستيكيتور سبيس، هناخد الباروتيد سبيس، هناخد الكاروتيد سبيس، هناخد البوستيرو سيرفايكال سبيس، هناخد الفارينجيال ميكوزال سبيس أو الفارينكس والريترو فارينجيال سبيس، وهناخد البيري فيرتيبرال سبيس و السبيس الكور بتاع كل السبيسز دول اسمه بار فارينجل سبيس. زي ما هنشوف ان دي علاقه بمعظم السبيسز دولت، وعلى اساسه بنقدر نحدد السبيس من التاني. فالبار فارينجل سبيس ده سبيس مهم جدا للريليشنز ما بين السبيسز وبعضها، زي ما هنشوف كمان شويه. طيب، زي ما واخدين او شفنا كده ان هما بيقسموا النيك سبيسز دي جزئين، حاجه اسمها سوبرا هايويد ونيك سبيسز وانفرا هايويد نيك سبيسز. النيك هي كلها سبيسز مع بعض، كلها مناطق. السبيس كل منطقه ليها اسم، او زي ما هنشوف كمان شويه. هما بيقسموا السبيسز دولت الى مجموعتين كبار، حاجه اسمها سوبرا هايويد نيك سبيس وانفرا هايويد نيك سبيس. على حسب ايه؟ على حسب الليفل بتاع الهايويد، من اسمها كده. في مناطق بتبقى سوبرا هايويد فوق الليفل بتاع الهايويد يسموهم سوبرا هايويد نيك سبيس، في مناطق تانية تبقى موجودة تحت الليفل بتاعة الهايويد يبقى سموها انفرا هايويد نيك سبيس، وفي مناطق يبقى موجودة في الاتنين سوبرا هايويد وتكمل في انفرا هايويد، تلاقيها بدأت سوبرا هايويد وكملت في الانفرا هايويد. فبالتالي النيك سبيسز دولت او النيك بيتقسم الى سوبرا هايويد وانفرا هايويد سبيسز، وفي سبيسز ممكن هنلاقيهم جزء منهم هناخدهم في المحاضرة دي والجزء التاني هناخدهم في المحاضرة بتاع الجايه، لان هما بيبقوا في السوبرا هايويد ويكملوا في الايه، في الانفرا هايويد. المطلوب منكم في اي سبيس نيك سبيسز الاتي: اكستنشنز، اقصد باكستنشنز كرينيو كودال دايمنشنز، يعني بادئه فين فوق والمنتهيه فين تحت، يبقى ده الاكستنشنز. والريليشن شيب اقصد فيها ايه اللي قدامها وايه اللي وراها، ايه اللي جنبها يمين وايه وشمال او ميديال وايه ولاترال. مطلوب منكم تعرفوا الانترنال ستراكشرز، ايه اللي موجود في السبيس، كل سبيس ده فيه موجود ايه، عشان بناء على السبيس دولت او الاماكن او الاستراكشرز الموجودين في السبيس ده الديفرنشال دايجنوز بتاع الباثولوجي معتمد عليه، زي ما هنشوف دلوقتي. طيب، الاول سبيس اسمه بارا فارينجال سبيس. البارا فارينجال سبيس اللي احنا قلنا ده السبيس الكور بتاع معظم السبيسز بتوع سوبرا هايويد نيك سبيسز، هو الاكستنشنز بتاعته البارا فارينجال سبيس ده بيبدا، ده سبيس بيبدا من السكال بيز وينتهي عند السب مانديبولار سبيس اللي هي الحته اللي فيها سب مانديبولار جلاند، فهو بيبدا من السكال بيز وينتهي عند السب مانديبولار جلاند. ده مثال على بيور سوبرا هايويد نيك سبيس، يعني ده سبيس بينتهي قبل ما الهايويد تظهر، وبالتالي ده بيورلي موجود في السوبرا هايويد ايه، سوبرا هايويد ريجن، وبالتالي ده بيور سوبرا، مثال على بيور سوبرا هايويد سبيس. طيب، معظم السبيسز بتوع السوبرا هايويد نيك بيبقى ليهم امتداد او كونتاكت مع السكال بيز، يعني دايما الكرينيال دايمنشنز بتاعهم او الكرينيال اكستنشنز بتاعهم بيبقى ليه كونتاكت مع السكال بيز. في نقطة مهمة لما اجي اقول النيك سبيسز والكونتاكت بتاعهم مع السكال بيز، هل الكونتاكت بتاعهم مع السكال بيز بيتضمن فورامين ولا مفيش فورامين؟ الكلام ده مهم ليه؟ لان لو الكونتاكت بتاع السبيس ده مع السكال بيز يتضمن فيه فورامين، اي فورامين من دولت، فده يبقى لو في مشكله حصلت في السبيس ده تبقى سهل خالص ان هي تسبريد للانترا كرينيال، لان الفورامين دي هتوصل من السبيسز من النك للايه، للانترا كرينيال. وبالتالي وجود الفورامين في الكونتاكت بتاع السبيس مع السكال بيز ده بيسهل ليه اهميه، لان هو بيسهل الاكستنشنز ما بين السبيس بتاع النك والانترا كرينيال اكستنشنز. طيب، البارافارينجال سبيس الكونتاكت بتاعه بيبقى عند المنطقه عند الانفيرو اسبكت اند ديل سكال من تحت، شايفها من تحت،
عند الانفيرو اسبكت بتاع البيتراس ايبكس. لو انا بتكلم خدنا المره اللي فاتت دي بيتراس صح، بيت اخر قمه البيتراس اسمها بيتراس ايبكس، فالبارفرنجل سبيس بيكونتاكت البيتراس ايبكس من تحت، هي المنطقه دي خلاص. المنطقه دي زي ما احنا شايفين دي منطقه مصمطه ما فيهاش فورامين، وبالتالي ده بالنسبه لي كويس، لان بيبقاش سهل ان لو في مشكله في البارفرنجل سبيس ان هو ينتشر في الانتراكرين. ليه؟ لما ان مفيش فورامين تساعد على الايه، على هذا الانتشار. طيب ايه هي الريليشنز دي الاكستنشنز، ايه هي الريليشنز بتاعت البارافارينجال سبيس؟ الاكستنشنز بتاعت البارافارينجال سبيس، ده البارافارينجال سبيس اهو، السبيس ده قدامه بيبقى في سبيس كده هنتكلم عليه كمان شويه اسمه ماستيكيتور سبيس، وهو بيحتوي على اي حاجه ليها علاقه بالماستيكيشنز، ماسل اوف ماستيكيشن، بيبقى مسؤول خالص بعرفها بايه، ان الريمس اوف ماندبل وحواليه ماسلز كده، هو ده المثال على الماستيكيتور سبيس. فالبارافرينجال سبيس اللي هو باللون الاصفر ده خلاص، هو ده السبيس، قدامه بيبقى فيه الايه الماستيكيتور سبيس. طيب وراه السبيس ده، وراه بينقسم لجزئين، في وراه ولاترال وفي وراه وميديال. وراه ولاترال الفيسلز دولت اللي هم يمثلوا الكاروتيد سبيس او الكاروتيد شيث، وهو ده اللي ورا ولاترال. في وراه وميديال السبيس اللي هنتكلم عليه كمان شويه بيبقى ورا الفارينكس اسمه ريترو فارينجال سبيس، السبيس ده بيسموه ريترو فارينجال سبيس. يبقى احنا لحد دلوقتي السبيس ده قلنا الانتيريور ريشنز والبوسيريور ريشن. انتيريور ريشن بيبقى الماستيكيتور سبيس، البوسير ريليشن بتنقسم الى لو لاترال يبقى بتكلم على الفيسز دوت اللي هو الكاروتيد سبيس، اما لو ميديال فانا بتكلم على السبيس اللي بيبقى ورا الفارينكس اسمه ايه، اسمه ريترو فارينجال سبيس. طيب بالنسبه للاترال وبالنسبه للميديال، لاترال بيلاقي السبيس اللي هو بيحتوي على باروتيد جلاند اللي هو بيسموه باروتيد ايه، باروتيد سبيس. وميديال هنتكلم على سبيس اللي هو عباره عن اللي هو اللي بيبقى الفارينكس ذات نفسه اللي هو بيسموه فارينجال ميكوزال ايه، فارينجال ميكوزال سبيس. وبالتالي زي ما احنا شايفين السبيس ده بيبقى تقريبا ليه علاقه بمعظم السبيسز بتوع ان هنتكلم عليهم النهارده. عشان كده قلت لكم ان السبيس ده يمثل الكور بتاع الايه، بتاع السوبرا هايويد نيك سبيسز، قدام ماستيكيتور، ورا الكاروتيد والريتروفارينجيا، ميديال بيبقى الفارينجيا الميكوزال سبيس او الفارينكس، ولاترال بيبقى الايه، بيبقى الباروتيد. وقلنا الاكستنشن كودري كرينيال بيبقى عند السكال بيز عند البيتراس ايبكس ومفيش فرامنا، وكودالي بيبقى عند بينتهي عند الايه، عند عند السب مانديبولار سيريبري ايه، سب مانديبولار سيريبري جراند. طيب ايه هما الكونتنت او الانترنال ستراكشرز بتوعت البارافارينجال سبيس؟ البارافارينجال سبيس معظمه بيحتوي على فات بس، فقط في معظم الاحيان بيحتوي على فات. فبيورلي المين كونتنت بتاعه البارافارينجال سبيس هو الفات، قد يحتوي على بعض الماينور سليفري جلاند، ماينور سليفري جلاند خلاص، اللي هما بيبقوا زي الماينور سليفري جلاند الموجودين في الطنج، فممكن نلاقيهم مبعطرين كده بس بنسبه ايه، بنسبه قليله. قد يحتوي على بعض الارتريز والفينز زي الانترنال ماكسيلاري ارتري والاسندنج فارينجال ارتري، ودي برانشات من الاكسترنال كاروتيد ايه، كاروتيد ارتري. بس الاساس بتاع البارافارينجال سبيس هو الفات، فميورلي ات از ا فاتي ايه، فاتي فيلد سبيس، بيبقى مليان بالفات. طيب اقدر اعرفه ازاي؟ ببساطه خالص بعرفه كانه كريسنت شيب، شايفين كريسنت شيب، فاتي سبيس يعني سبيس مليان فات، شكله كريسنت، بيبقى دايما بوستروميديال للماستيكيتور سبيس. الماستيكيتور سبيس من اسهل السبيسز اللي انا بقدر اتعرف عليها في الايمجز. ليه؟ لان انا عارف ان ده اللي هي الريمس بتاع المندبل بيبقى سهل، ويبقى دايما متحوط بعضلات اللي هي العضلات بتاعه الماستيكيشن، فدايما ببقى سهل خالص اقول ان ذيس از ذا ماستيكيتور سبيس. ابص بعيني كده بوستروميديال على طول مباشره بوستروميديال هلاقي فيه سبيس كريسنت شيب كده، عامل زي الايه، زي كريسنت شيب خلاص. الكريسنت شيب ده اللي مليان فات، السيجنال بتاعته بتبقى مليانه فات، ذيس از ذا بارا فارينجال سبيس. طيب زي ما احنا شايفين في السي تي اهو، this is the ramus of the mandible ودي muscles of the mastications. ابص على طول بوستر ميديا هلاقي فيه space crescent shape، crescent shape مليان fat، مليان fat، this the space is the parapharyngeal، parapharyngeal space. طيب البارافارينجال space كل ما بنزل لتحت عند اخر حته فيه، عند الحته اللي هو زي ما قلنا عند السب مانديبولار سليفري جلاند اللي هي المنطقه اللي هتبدا هنا تظهر، بيتحول بدل ما يبقى كريسنت شيب بيبقى بوينتد كده، بيبقى ليه بوز،
دايما البوست ده مشاور على مكان السبمانديبولار ايه، مكان السبمانديبولار سيريبري جراند. فبيبقى الموست انفير اسبيكت بتاع البارافارينجيال سبيس از بوينتد انتيريورلي توورد ذا سبمانديبولار ايه، سبمانديبولار سيريبري جراند. خلاص ده في الاكزيال ايمج. في الكورونال ايمج، الكورونال ايمج في النيك سبيسز عموما بتسهل لي جدا ان انا اتعرف على الكرينيو كودال اكستنشنز. اقدر اشوف الكرينيو كودال اكستنشنز بتاع السبيس بدا فين وانتهى فين، كرينيالي وانتهى فين كودالي. زي ما احنا شايفين سبيس اهو مليان فات، بادئ من السكال بيز وماشي ماشي ماشي مليان فات لحد ما انتهى على دي سب مانديبولار سيرفر جلاند، لحد ما انتهى في السبيس بتاع سب مانديبولار سيرفر جلاند. والسبيس ده ميديال للماستيكيتور سبيس ادي ريمس اوف ماندبل ودي ماسل اوف ماستيكيشن، فهو بيبقى ميديال او بوستر ميديال للماستيكيتور سبيس، والاقيه مليان فات زي كده السيجنال بتاع الفات بدءا من السكال بيز ومنتهي عند الايه، عند السب مانديبولار سيرفر جلاند. دايما الكرونال بيبقى سهل او بيبقى بيوريني الكرينيو كودال اكستنشن، الاكزيال بيوريني الريليشنز اللي هو الانتيريور والبوستيريور والميديال والايه واللاترال للسبيس ده. طيب اهميه السبيس ده، اهميه السبيس ده زي ما قلنا ده يمثل، لانه ليه علاقه بمعظم السبيسز فهو يمثل الكور بتاع هذه السبيسز. الحقيقه بناء على الديسبليسمنت بتاع الفات بتاع الموجود في البارافارينجيال سبيس، بقدر اقول الليجن ده طالع من اي سبيس. يعني ايه؟ احنا عارفين البارافارينجيال ده فات مليان فات، لو في ليجن طالع من الباروتيد سبيس اللي احنا كانت مفروض تبقى لاترال للبارافارينجيال في الريليشن لاترال للبارافارينجيال سبيس، هتلاقي ان الليجن ده لما يكبر يبدا يزق على البارافارينجيال سبيس، الاقي ان الفات بتاع البارافارينجيال سبيس اتزحزح ميديال. فاول ما اشوف ان الليجن ده مزحزح البارافارينجيال سبيس ميديال اعرف ان هو طالع من الباروتيد سبيس. لو انا لقيت ان البارافارينجيال سبيس ده متزحزح بوستيريوري يبقى اعرف ان الليجن طالع من الماستيكيتور سبيس. لو انا لقيت ان الليجن متزحزح قدام ابقى انا عارف ان هو من الكاروتيد سبيس وهكذا. وبالتالي بناء على الديسبيسمنت اوف ذا فات وذين ذا بارافارينجيال سبيس انا بقدر بواسطته اقدر احدد الليجن ده طالع من اي سبيس تاني. الحقيقه احنا بنعتمد على حاجتين، بنعتمد على عشان اللوكاليزيشن اوف ذا ليجن وذين ذا سبيسز اوف ذا نيك، بنعتمد على حاجتين، ديسبيسمنت اوف فات ان ذا بارافارينجيال سبيس ده واحد، تاني حاجه الايبي سنتر بتاع الليجن فين، اكتر حته موجوده في الليجن موجوده فين، الماكس ماكسيمم بوينت او ماكسيمم سايز بتاع الليجن موجود في اي سبيس. بيبقى لو انا ماكسيمم بوينت او الليجن موجود هنا في البارت سبيس ولقيت ان الفات displaced medially يبقى انا بتكلم على this is a parotid space a parotid space lesion. الكلام ده هنطبقه كمان شويه. الليجن يطلع من البيورلي من البارافارينجيال سبيس ده نادر، لان قلنا هو الكونتنت بتاعته اتيز عباره عن ايه، عباره عن فات، غير كده مفيش. فبالتالي الباثولوجي ان هو يطلع من البارافارينجيال سبيس ده بيبقى ايه، بيبقى قليل. طيب نخش على الماستيكيتور سبيس. الماستيكيتور سبيس واحنا اتكلمنا عليه ده سبيس ليه علاقه باي حاجه ليها علاقه بالماستيكيشن. الماستيكيشن هو المضغ يعني، وبالتالي فهو مين اللي بيحتوي على اي حاجه ليها علاقه بالماستيكيشن واشهرهم المصد اوف ماستيكيشن. طيب الاكستنشنز بتاعته ايه؟ الاكستنشنز كرينيالي فين وكودالي فين؟ كرينيالي ده السبيس بتاعنا اهو اللي هو الماستيكيتور سبيس اللي هو ليه علاقه بالريمس اوف ماندبل والمصد اوف ماستيكيشنز. قالوا والله الكرينيال بتاعي، خلي بالكم بقى الكرينيال اكستنشن بتاع الماستيكيتور سبيس بيبقى ممتد اكتر من المتوقع. يعني ايه؟ بيمتد فوق ده، لو انا بتكلم ديس ذا زيجوماتيك ارش فهو بيطلع فوق الليفل بتاع الزيجوماتيك ارش كمان، ففي جزء منه بيبقى فوق الزيجوماتيك ارش. الاغلب بتاع الماستيكيتور سبيس بيبقى تحت الزيجوماتيك ارش، فبيقسموا الماستيكيتور سبيس الى جزئين، جزء سوبرا زيجوماتيك اللي هو الجزء الصغير، والمينلي هو الايه، هو الانفرا ايه، الانفرا زيجوماتيك. طيب الجزء الانفرا زيجوماتيك ده الكرينيال اكستنشنز بتاعه بيبقى كونتاكت الميدل كرينيال فوسا، الفلور بتاع الميدل كرينيال فوسا. قال لك طيب كونتاكت الفلور بتاع الميدل كرينيال فوسا فين؟ قال لك والله بيبقى ليه علاقه بالفلور بتاع الميدل كرينيال فوسا، بيبقى في الحته دي بيبقى في فورامين ولا مفيش فورامين زي ما قلنا. ده نقطه مهمه لاي سبيس بيكونتاكت السكال بيس. قالوا في الماستيكيتور سبيس بيبقى ليه كونتاكت مع اثنين فورامين مهمين، فورامين دي اللي هي اسمها فورامين اوفال واللي وراها اسمها فورامين سباينوزا. كنا قلنا قبل كده فورامين اوفال بيمشي فيها ايه، نيرف صح، مانديبولار نيرف،
مانديبلر نيرف. مانديبلر نيرف بيبقى ماشي فيه فورامين ايه، بيبقى طالع من فورامين ايه، فورامين اوفال. خلاص، فالكونتاكت بتاع لو احنا رجعنا شويه، انا المفروض كان في صوره هنا كنت حطيتها بس معلش، لو احنا رجعنا شويه كده لاوريكم الكونتاكت بتاع الماستيكيتور سبيس. الكونتاكت بتاع الماستيكيتور سبيس اهو، ده الكونتاكت بتاع الحته اللي بيكونتاكت الماستيكيتور سبيس للسكال بيز. فين؟ قال والله هي الحته دي، شايفين الحته دي فيها اتنين فورامين اهم، الفورامين هو ده الكونتاكت بتاع الماستيك، المكان الماستيكيتور سبيس، الاثنين فورامين اهم اللي هو بيكونتاكت مع السكالبس، اللي هو الفورامين القداميه اللي هي فورامين اوفال، والفورامين الورانيه فورامين ايه، فورامين سباينوزا. وبالتالي الماستيكيتور سبيس ممكن يبقى سهل ان هو يحصل له اكستنشنز من السبيس ده للانترا ايه، للانترا كرينيا ثرو ذا ايه، ثرو ذا ماستيكيتور سبيس، ثرو ده فورامين ايه، فورامين اوفال او فورامين ايه، فورامين سباينوزا. طيب كودا اللي بينتهي فين؟ يعني ده اتكلمنا كرين، يعني انتهى قلنا ان في جزء منه بيبقى سوبرا زيجوماتيك، في جزء منه كونتاكت السكال بيز. اما كودا اللي بينتهي فين؟ والله كودا اللي بالمنطق كده بينتهي مع انتهاء الماندبل. ما الماندبل خلص يبقى الوظيفه بتاعه الماستيكيشن خلصت، يبقى خلاص بينتهي عند الانجل اوف ايه، عند الانجل اوف ايه، اوف ماندبل. يبقى كود اللي عند الانجل اوف ماندبل، كرينيالي جزء منه كونتاكت سكال بيز عند الليفل بتاع الفورامين اوفال وفورامين سباينوزا، عند جزء بتاع الفورامين اوفال وفورامين سباينوزا، وفي جزء بيطلع ايه سوبرا زيجوماتيك يطلع فوق هنا زي ما هنتكلم كمان شويه ده، بس ده جزء الايه الاصغر. طيب مين هي الريليشن شيب بتاعه الماستيكيتور سبيس؟ ايه اللي قدام الماستيكيتور سبيس؟ قدام الماستيكيتور سبيس في سبيس اهو بيبقى مليان فات، اللي هو مين اللي يمثل المنطقه بتاعه التشيك ريجونز. خلاص السبيس ده بيسموه باكل سبيس، وده ان شاء الله هنتكلم عليه مع الاورال كافيتي. باكل سبيس اللي هو السبيس اللي هو بيحتوي على الفات اللي بيبقى مباشره ورا المجزلة، وكمان بيحتوي على الفات اللي هو بيبقى قدام الايه، قدام الايه، قدام المجزلة. هو بيبقى السبيس اللي هو مباشرة قدام الايه، قدام الريمس اوف ماندبل. الريمس اوف ماندبل اهو في سبيس قدامه هنا اللي هو اسمه ايه، السبيس ده اللي هو اسمه ايه، اسمه باكل ايه، باكل سبيس. وبالتالي السبيس اللي قدام الماستيكيتور سبيس ايه ده، باكل سبيس. طيب ايه ورا الماستيكيتور سبيس؟ قال لك والله برضو ورا بوستروميديال ولا ورا بوسترولاترال. والله لو ورا بوستروميديال السبيس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو اسمه بارافارينجال ايه سبيس. اما السبيس اللاترال البوسترولاترال فهو عباره عن اللي بيحتوي على البروتيد، فهو عباره عن البروتيد ايه، بروتيد سبيس. وبالتالي الماستيكيتور سبيس قدامه ذا باكل سبيس، وراه لاترال بروتيد سبيس، وراه ميديال از ذا بارافارينجال ايه، بارافارينجال سبيس. مين هما الكونتنت بتاعه الماستيكيتور سبيس؟ من منطق كده وانا لسه عمال اعيد وازيد فيه، هو عباره عن الريمس اوف ماندبل ومسل اوف ماستيكيشن، بيبقى ده الكونتنت بتاعته، ده اول حاجه. تاني حاجه النيرف اللي رايح سبلاي مسل اوف ماستيكيشنز اللي هو خارج من الفورم اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو اسمه ذا مانديبولار برانش اوف ذا تراجيمينال. والمانديبولار زي ما كنا عارفين ان التراجيمينال معظمه سنسوري، ما عدا بتاع الايه الموتور برانش بتاعه هو يمثل ايه في جزء كبير منه من مانديبولار برانش اوف ذا ايه اوف ذا تراجيمينال، رايح سبلاي مسل اوف ايه اوف ذا ماستيكيشنز. فبالتالي المانديبولار ايه، المانديبولار ايه، المانديبولار نيرف. طبعا زي ما قلنا الريمس اوف ذا ماندبل ده والتيمبرو مانديبولار جوينت اللي هو تي ام جي بتاعه، فهو الريمس اوف ماندبل وتيم ماندبل جوينت المسل اوف ماستيكيشنز والايه، وكمان الايه النيرف سبلاي بتاعه اللي هو مانديبولار ديفيجن اوف ذا تريجيمينال. طيب عشان اتعرف على الماستيكيتور سبيس، قال لك والله سهل خالص زي ما اتفقنا، انا ببساطه خالص بتعرف على الريمس اوف ماندبل، ولما تعرفت على الريمس اوف ماندبل بعرف ان في مسلز بتبقى محوطه، يبقى this is the masticator space. يبقى masticator space ببساطة خالص بقدر اتعرف عليه بالريمس اوف ايه، اوف ماندبل والمسلز المحوطة. الحقيقة بيبقى المسلز المحوطة مشهورة جدا للريمس بتاعت الماندبل، ان في مسل مبطنة من جوه ومسل مبطنة من بره. المسل المبطنة من جوه اسمها الميدياتير جوي، المسل المبطنة من بره اسمها مسيتر ايه، مسيتر مسل. فدايما المنظر ده منظر مشهور خالص وبيبقى مميز خالص جدا انك تقدر تتعرف عليه، بتشوف الريمس اوف ماندبل وجوه عضله وبره ايه، وبره عضله، العضله اللي جوه اسمها ميدياتور جويد والعضله اللي بره اسمها ماستيتر. وبالتالي ذيس از ذا ماستيكيتور ايه، ماستيكيتور سبيس. طيب لما بطلع شويه لفوق، لما بطلع شويه لفوق ببدا اشوف ذيس از ذا زيجوماتيك ارش اللي احنا بنتكلم عليه، ده الليفل بتاع الزيجوماتيك ارش. طيب الماستيكيتور سبيس بيطلع بيمشي فين؟ قال لك بيمشي
جوه الزيجوماتيك ارش في المنطقه، يعني ده الزيجوماتيك ارش في المنطقه ميديال للزيجوماتيك ارش، يعني جوه الزيجوماتيك ارش ده زيجوماتيك ارش، فبالتالي المنطقه دي تمثل الايه، تمثل الماستيكيتور سبيس، وبالتالي ده عند الليفل بتاع الزيجوماتيك ارش. يبقى بالتالي لو تحت الليفل بتاع الزيجوماتيك ارش بعرف الماستيكيتور سبيس بالريمس اوف ماندبل والمسلز اللي حواليه. عند الليفل بتاع الزيجوماتيك ارش الجزء الداخلي من الزيجوماتيك ارش، الجزء الانر اسبكت بتاع الزيجوماتيك ارش، هو ده اللي يمثل الايه، هو ده اللي يمثل الماستيكيتور سبيس، ويحتوي على ماسلز اوف ماستيكيشن برضه. في عضلتين مهمين، عضله بتبقى جايه من هنا من الترجويد بليد ورايحه للنيك اوف ماندبل، دي اللي هي اسمها لاترال ترجويد، وعضله ثانيه بتبقى قدام تبقى نازله من فوق ونازله لتحت اللي هي يسموها تيمبوراليس ايه، تيمبوراليس ماسل، تبقى عضله ماسكه من السكال كده ونازله لتحت عشان خالص تمسك في الايه، في الكورنيال بروسيس بتاع الايه، بتاع الماندبل. فبالتالي في عند الليفل بتاع الزيجوماتيك ارش بقدر اتعرف على الماستيكيتور سبيس ان هو الجزء الانر اسبيكت اوف ذا زيجوماتيك ارش، وبيحتوي على اثنين ماسلز، عضله خلفيه ماسكه في الانجل اوف في النيك اوف ذا ماندبل اللي هي بيسموها ماندبل كوندايل، يسموها لاترال ترجويد، وعضله قدامانيه بتبقى اسمها ايه، اسمها تيمبرايس ماسل. طيب فوق الزيجوماتيك ارش، فوق الليفل بتاع الزيجوماتيك ارش بيبقى في جزء من الايه، من الماستيكيتور سبيس، قلنا الجزء الصغير خالص اللي بيبقى فوق الزيجوماتيك ارش بيقل خالص. بعرفه ازاي؟ ببساطه خالص، هو بيبقى لاترال او ورا لاترال وول اوف ذا اوربت. لو كنتوا فاكرين كنا قلنا ان ده اللاترال وول اوف ذا اوربت اهو، ده اللاترال وول ده اللي هيكون الاوربت اهو، فده اللاترال وول اوف ذا اوربت. وراه بيبقى في فصه اسمها تيمبوراليس فصه، بتحتوي على عضله اسمها تيمبوراليس ماسل، وبالتالي العضله دي اسمها التيمبوراليس ماسل، العضله دي والفصه دي بيسموها تيمبوراليس فصه، وبتبقى مباشره ورا اللاترال وول ايه، اللاترال وول اوف ذا اوربت، وده يمثل السوبرا زيجوماتيك بورشن اوف ذا ماستيكيتور ايه، اوف ذا ماستيكيتور سبيس، وبيحتوي على العضله اللي هي ايه، العضله الوحيده اللي بيحتوي عليها السوبرا زيجوماتيك هي التيمبوراليس ايه، التيمبوراليس ماسل. وبالتالي انا دلوقتي عندي ثلاث مقاطع اقدر اشوف فيهم ماستيكيتور سبيس، ليفل تحت الزيجوماتيك ارش وده بعرفه عن طريق ان انا اشوف الريمس اوف ماندبل، وجزء عند الليفل بتاع الزيجوماتيك ارش وانا بعرفه عن طريق ان هو يكون الجزء الايه، الانر اسبيكت من الزيجوماتيك ارش، وجزء بيبقى فوق الزيجوماتيك ارش بيبقى عارفه ان هو بيبقى ورا اللاترال وول اوف ذا اوربت، والزيجوما بيبقى بيحتوي على تيمبوراليس ماسلز، وهي تمثل تيمبورال ايه، تيمبورال او تيمبوراليس ايه فصه او تيمبورال فصه. ماشي، اه اللي هنا في الاجزاء بيقول ان هو ميديال للزيجوماتيك ارش، لا يعني هو 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 الزيجوماتيك ارش ده عامل كده صح، يعني هو ارش كده بيبقى طالع من الزيجوما من قدام وراجع لورا يكمل يعني في التمبورال بون، خلاص الماستيكيتور سبيس ماشي من هنا ورايح وطالع لفوق، يعني في عضلات اصلا، في عضلات التمبوراليس دي جايه من فوق ونازله لتحت، خلاص فهو بيمشي في الايه، بيمشي يعني هو ده السبيس، السبيس من هنا لغايه هنا، من اول الريمس اوف ماندبل لغايه التيمبوراليس فوق، الكلام ده بيبقى ماشي ميديا للزيجوماتيك ارش، يعني جوه الاسبكت بتاع الزيجوماتيك ارش، فاحنا بنقسمه لجزء سوبرا زيجوماتيك وجزء انفرا زيجوماتيك، بس هو ماشي فين؟ هو ماشي ميديا للايه، للزيجوماتيك ارش، يعني جزء الاسبكت من الايه، من الزيجوماتيك ارش. ماشي، حد عنده سؤال تاني؟ طيب قلنا الكرينيو كودل، زي ما قلنا ان احنا نقدر نتعرف على الكورونا، قصدي اقدر اتعرف على الكرينيو كودل دايمنشنز بتاعت الايه، بتاعت السبيس، فانا اقدر اشوف الزيجوماتيك ارش، واقدر اشوف الريمس اوف ماندبل، واقدر اشوف العضله المبطنه من جوه والبطنه المبطنه من بره اللي هو الماسيتر وميديا تيريجوي، واقدر اشوف الريمس اوف ماندبل، واقدر اشوف الايه، الزيجوماتيك ايه، الزيجوماتيك ارش، وعارف ان في عضله بتبقى نازله من فوق اهي نازله لتحت، يبقى انا عارف ان العضله دي اللي هي تمثل السوبرا زيجوماتيك بورشن، ان ده زيجوماتيك ارش، هو السبيس هو ده كله، شايفه نسمه، هو السبيس اهو بادئ من اول هنا خلاص، كل ده this is the masticator a this is the masticator space، الجزء اللي فوق اللي اسمه سوبرا زيجوماتيك بيحتوي على العضله دي اللي هي تيمبرالز، الجزء اللي هو عند الليفل بتاع زيجوماتيك ارش بيحتوي على اللاترال تيرجويد، ويحتوي على الايه، على جزء من التيمبرالز مصر وهي نازله، اما الجزء اللي بيبقى انفرا زيجوماتيك فهو بيبقى يحتوي مينلي على الريمس اوف ماندبل، ويحتوي على العضله دي اللي هي الميديا تيرجويد، والعضله دي اللي هي الايه، الماسيتر ايه، الماسيتر مصر. وانس ان الانجل اوف ماندبل خلص يبقى this is the masticator space ايه، خلص بتاعي. ما هي دي جزء من اللاترال، ما دي جزء من اللاترال ترجويد، بس انا لان يعني هي ماشيه من قدام لورا فبتبان كانها سيركل، واللي بره برضه اللاترال ترجويد،
ايه دي؟ اللاترال ده اللي هو ده فوق المسيدة. ايوه ده ده جزء من المسيدة، المسيدة بتمسك من الزيجوماتيك وتمشي تمشي تحت، يعني ده جزء، هي دي العضلة كلها. لو بصيت شايفة هنا دي المسيدة اهي جاية كلها من ال من الزيجوماتيك ارش، رايحة تمسك فين؟ في الـ في الاوتر سيرفيس بتاع الريموس اوف مانتل. ماشي؟ بس هو يعني العضلات بتبقى صعبة في الكورونا، مش سهلة في الاجزية الاسهل يعني. ماشي؟ طيب ايه اهمية الماستيكيتوري سبيس؟ اهمية الماستيكيتوري سبيس ان انا اول حاجة اتعرف على الليجن ده طالع من الماستيكيتوري سبيس ازاي؟ حاجتين زي ما اتفقنا، ان لو كان الاي بي سنتر بتاعه طالع على المكان بتاع الماستيتر على الماستيكيتوري سبيس، يبقى ده اول حاجه. يبقى ده انا عندي ليجن اهو، ايه ده الريمس اوف ذا ماندبل، يبقى ده مكان الريمس اوف ماندبل اهو، خلاص. فهو في ليجن سنتر ده على الريمس اوف ماندبل او سنتر على الماستيكيتوري سبيس، ده واحد. جيت ابص على تاني حاجه الايه، على البارا فارينجل سبيس، لقيت ان هو زي البارا فارينجل سبيس بوستيريورلي، لان هو انتيريورلي، فلقيت ان هو زي البارا فارينجل، ده كان هنا لقيت ان ده اتزحزح ورا، وكمان هو لان هو انترو شويه لاترال فبيزحزح، بوسترو ايه، بوسترو ميديال شويه، بس في الاخر بوستيريورلي، يعني بيزحزح بوستيريورلي، خلاص. طيب فانا الليجن ده طالع من ايه، ماستيكيتور. طيب بعد كده يبقى انا خلاص، انا قلت ان دي ماستيكيتور سبيس ليجن. بعد كده عشان اعرف الليجن ده هو عباره عن ايه، اقدر اشوف هو الماستيكيتور سبيس ده بيحتوي على ايه، الكونتنت بتاعته. والله هو بيحتوي على مصدر اوف ماستيكيشنز مينلي، وبالتالي لو في تيومرز طالع منه يبقى ممكن طالع من التيومر، يبقى رابدو مايوما او رابدو مايوساركوما. والله ده طالع من الريمس اوف ذا ماندبل، يبقى كل الاوسيس تيومرز ممكن يبقى كونتنت منه. والله بيحتوي على مانديبولار نيرف، وبالتالي ممكن يبقى نيرف شيث تيومر طالع منه زي كده. شايفين ده النيرف شيث تيومر ده طالع من الايه، مانديبولار ديفيجن ده، خلاص. وحتى طالع موسع الايه، الفورة من اللي هي الفورة من ايه، اوفال، وداخل ايه، داخل انترا كرينيال. زي ما قلنا ان ممكن الماستيكيتور سبيس ليجن تسبريد ثرو ذا انترا كرينيال عن طريق الايه، فورة من ايه، فورة من اوفال. طيب ثالث سبيس باروتيد سبيس. الباروتيد سبيس من اسمه كده، ده السبيس اللي بيحتوي على الايه، على الباروتيد جلاند. طيب ما الاكستنشن او كرينيو كود الاكستنشنز بتاعته، والله ببساطه خالص هو ليه كرينيال اكستنشن، بيبقى ليه كونتاكت مع السكال بيز مباشره قدام التيب بتاعت الماستويد هنا، ومباشره بيبقى تحت الاكستنشنري كانال، خلاص هنا. وليه كود الاكستنشنز هنا لغايه لحد ما يوصل ليه الانجل اوف ماندبل، برضه لحد الانجل او اوف اي اوف ماندبل. وبالتالي الكرينيال اكستنشن هو البيز اوف ذا سكال، زي اي سبيس، زي ما قلنا ان معظمهم بيبقى كونتاكت السكال بيز، والايه الكودال اكستنشنز بتاعه هو الايه، الانجل اوف اي اوف ماندبل. طيب وبالتالي الثلاثه السبيسز اللي احنا قلناهم عليهم دول كلهم بيخلصوا عند الايه، عند الانجل اوف ماندبل، والثلاثه عباره عن ايه، عباره عن بيور سوبرا هايويد نيك ايه، نيك سبيسز. طيب بالنسبه للكونتاكت اوف ذا سكال، هل في فورامن ريليتد للكونتاكت اوف ذا سكال بتاع البارود سبيس ولا لا؟ في اللي هي بتاعه الفيشر بالظبط، اللي هي الستايلوماستويد فورامن. لو كنتوا فاكرين كنا قلنا الفيشيال نيرف بيخرج من السكال عن طريق فورامن اسمها ستايلوماستويد فورامن، عشان يمشي في البارود وبعد كده يتقسم، وبعد كده يمشي ايه، يتقسم فين، في الايه، يروح سبلاي الايه، الفيس، خلاص. وبالتالي ليه كونتاكت، الكونتاكت ده زي ما احنا شايفين اهو، دي البارود اهو، في فورامن صغيره اهي، فورامين دي ده بتاع ده الباروتيد سبيس كونتاكت مع السكال اهي عند الحته دي، وانتير للتيب بتاع الماستويد، ودي ريتد الفورامين دي اللي هي عباره عن ستايل ماستويد ايه، ستايل ماستويد فورام. طيب ايه الريليشنز بتاعت الباروتيد سبيس؟ ايه السبيس ده قدامه ايه يا شباب؟ ده السبيس اللي هو الماستيكيتور سبيس. السبيس ده ميديال ليه ايه يا شباب؟ اللي احنا كنا اتكلمنا بارا فارينجل سبيس. السبيس ده بوستيريورلي ايه؟ والله بوستيريورلي في ده اللي هو الايه، اللي هو ده اللي هو الماستويد تيب. الماستويد تيب ليه في اوريجن مهم العضلتين، اوريجن العضله بتطلع من بره، واوريجن العضله بتطلع من جوه، زي الريمس بتاع المندبل كده، بيبقى مبطن بعضله من بره وعضله من جوه. العضله اللي من بره اسمها ستيرنوماستويد، والعضله اللي من جوه اسمها بوستيرو البيري اوف دايجاستريك. يبقى الماستويد تيب ده في عضله بتطلع من هنا، وفي عضله بتطلع من هنا، من بره ومن جوه. العضله اللي طالعه من بره اللي بتاخد من الاوريجن منها الاسترنو ماستويد، العضله اللي بتطلع من جوه از ذا بوستيرو بيلي اوف ايه، اوف دايجستر. وبالتالي الباروتيد سبيس اللي ورا الريشنز وراه هي الايه، الماستويد ايه، ماستويد تيب وعضلتين، استرنو ماستويد وبوستيرو بيلي اوف دايجستر. اما قدامه هو عباره عن الايه، الماستيكيتور سبيس. اما ميديال ليه فهو عباره عن الايه، بارا فارينجل ايه السبيس ده، اللي هو عباره عن بارا فارينجل ايه، بارا فارينجل سبيس. ماشي؟ طيب
ايه هي الكونتنت بتاعت الباروتيد سبيس. من المنطق كده يقول ان ذيس از ايه باروتيد، ايه الباروتيد جلاند زي ما احنا عارفين الباروتيد ايه الباروتيد جلاند. خلاص طيب الباروتيد جلاند دي بيقسموهم لاثنين لوبس لو انتوا فاكرين. جزء بيبقى سوبرفيشال اسمه ايه، اسمه ذا سوبرفيشال لوب، وجزء بيبقى ده داخلي كده بيسموه ايه ديب لوب. بناء على ايه؟ والله بناء على لاين ماشي من الانجل اوف ماندبل ماشي كده. لو انا مشيت باللاين رسمت الانجل اوف ماندبل كده خلاص، يبقى الجزء اللي ديب بلاين كونتينيوس من الانجل اوف ماندبل ورا الانجل اوف ماندبل، يبقى انا اعرف ان كل سبيس ده از ذا ديب لوب. اما لو كان فوق اللاين ده يبقى ذيس از سوبرفيشال ايه سوبرفيشال لوب. طيب ايه تاني بيمشي جوه الباروتيد؟ طبعا لسه متكلمين على الفيشن نيرف، قلنا الفيشن نيرف بيطلع من السينوماسويد ويمشي جوه الايه جوه الباروتيد جلاند، والكلام ده طبعا معروف من زمان، معروف ان العيانين بتوع الباروتيد نيليجنز بيبقوا خايفين ان هم يشيلوا الجراحه عشان يعملوا ايه فيشل ايه فيشل بولس. كمان بيبقى ماشي في حاجتين مهمين، حاجه اسمها ريترو مانديبولار فين وارتري جنبه. ريترو مانديبولار فين ماشي ورا الايه ورا الريمس اوف ذا ماندبل مباشره، وفي ارتري جنب اللي هو عباره عن الارتري بيمشي جوه الباروتيد اكسترنال ولا انترنال؟ اكسترنال كاروتيد ارتري بالظبط. فالاكسترنال كاروتيد ارتري بيبقى ماشي هنا لغايه لما يتقسم بعد كده الاثنين برانشات اللي هو انترنال ماكسيلاري سوبرفيشال تيم. في اثنين برانشات بيبقى ماشيين ورا الايه ورا الايه الريمس اوف ذا ماندبل. اللي بيبقى الارتري اللي بيبقى لاترال وكبير ذيس ذا ريترو مانديبولار فيسلز، اللي بيبقى لاترال وكبير بيبقى ده ريترو مانديبولار فين. اللي بيبقى صغير وبيبقى ميديال ذيس از ذا اكسترنال كاروتيد ايه كاروتيد ارتري. وبالتالي الريمس اوف ماندبل مباشره وراه مباشره في اثنين فيسلز، فيسلز كبير ولاترال ذيس از ذا ريترو مانديبولار فين، وفيسلز بيبقى صغير وميديال ذيس از ذا اكسترنال كاروتيد ايه ارتري. طيب كمان بيقولوا ان جوه الباروتيد جلاند بيبقى فيه باروتيد لينف نودز. الباروتيد جلاند از ذا اونلي سليفري جلاند اللي بتحتوي على لينف نودز جواها. مفيش سليفري جلاند، مفيش سب مانديبل بيبقى فيها لينف نودز، مفيش سب لينجوال بيبقى فيها لينف نودز جواها. الوحيده اللي بيبقى فيها لينف نودز وذين ذا باروتيد جلاند دي وذين ذا سليفري جلاند هي باروتيد ايه باروتيد ايه باروتيد جلاند. وبيقولوا ان هي ليها علاقه بالسورس او بتشيل او بتدرين الاير بينا بدرين السكالب ريجن بدرين الاكسندر كانال. فلما تبقى كبيره تعرف ان في مشاكل في الاكسندر كانال في الاير بينا في السكالب انفكشن، فده دايما ليها علاقه بالايه بالمنطقه دي. تالت حاجه احنا عندنا في باروتيد داكت بتطلع من الانتيريور اسبكت كده بتمشي في قدام الماستيكيتور سبيس ولحد ما تمشي ايه السبيس اللي قدام الماستيكيتور اللي احنا قلناه من شويه البكال سبيس، تمشي في البكال سبيس لحد ما تخرم عند الابر سكند مولر توس وتخرم كده عشان تفتح فين عشان تفتح في الاورال ايه في الاورال ايه في الاورال كافيتي. وبالتالي دي كونتنت بتاعه الايه باروتيد جلاند. خلاص طيب الباروتيد جلاند زي ما احنا شايفين بعرفها ازاي ببساطه خالص، ان هلاقي الماستيكيتوري سبيس بلاقي الايه الباروتيد جلاند بيبقى وراها زي ما احنا شايفين كده ده الريمس اوف ذا ماندبل، وراها على طول بلاقي الايه بلاقي الباروتيد ايه جلاند بشكلها الايه شكلها المميز. طيب بالكونتنت بقدر اشوف ايه؟ بقدر اشوف الاثنين فيسز دولت الاثنين فيسز. لو قلنا واحد لاترال يبقى ذيس ذا ريترو مانديبولار فين، واحد ميديا ذيس از ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. طيب الفيشل ما بيبانش يعني عاده ما بنشوفوش بنشد لان هو بيرانيفاي جواه على طول وهو بيمشي لاترال ريترو مانديبولار فين، بس ما بيتشافش ايه ما بيتشافش عندنا. بس انا اقدر اقول اذا كان ليجن اقدر احكم اذا كان ليجن سوبرفيشال للفيشال نيرف ولا ديب للفيشال نيرف عن طريق اذا كان سوبرفيشال للريترو مانديبولار فين ولا ديب للريترو مانديبولار فين. لو الليجن ديب لللاترال للريترو مانديبولار فين يبقى الليجن ده ديب للفيشال نيرف، لو الليجن ده سوبرفيشال ريترو مانديبولار فين يبقى ده الليجن ده ات از سوبرفيشال الايه للفيشال ايه الفيشال نيرف. الكلام ده في غايه الاهميه يا شباب. خلاص اقدر اشوف اللي قدام وديس از ذا ماستيكيتور سبيس، اقدر اشوف السبيس الميديال ليه اللي هو عباره عن الايه البارا فارينجال سبيس، واقدر اشوف ورا اللي هو عباره عن الايه الماستويد تيب والماسلز اللي ماسكه فيه اللي واحده سيرنو ماستويد واحده الايه بوستيرو بيدي اوف ايه اوف دايجست. طيب لما بننزل لتحت لغايه الانجل او من الانجل اوف ماندبل يظهر اللي هي اخر حته في باروتيد جلاند اللي هو عند الانجل اوف ماندبل، قلنا الانجل اوف ماندبل دي نهايه كل السبيسز اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه. عند الانجل اوف ماندبل نهايه الباروتيد جلاند بيسموها باروتيد تيل،
اسمها البارود، الجزء من البارود الجلاند اللي بتبقي اسمه البارود التيل. البارود التيل ده بيبقى مباشره ورا الانجل اوف ماندبل، والكلام ده مهم لان في ليجن بتحب جدا البارود التيل. امثله حاجه اسمها لو سمعتوا عن وورثن تيومر، بيحب جدا المنطقه بتاعت الايه بتاعت البارود ايه البارود التيل. هما بيقولوا ان هي البارود التيل دي منطقه بتبقى اسهل ان اتعرف عليها بالانجل اوف ماندبل، بس في طريقه تانية بيقولوها بيبقى موصوفه ان هي المنطقه دي بتبقى دي البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، بتبقى فاصله الباروتد تيل عن الايه كاروتد ايه كاروتد شيث. اول ما تلاقي البوستير بيلي اوف دايجاستريك جت فصلت الباروتد عن الكاروتد، اعرف ان الحته دي بقت اسمها باروتد ايه باروتد تيل. بس مش مهم، مش مهم خالص، احنا نعرف الباروتد تيل لما عند الانجل اوف ايه عند الانجل اوف ايه اوف ماند. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه دي الانجل اوف ماند، دي الانجل اوف ماند، دي اخر حته في الماندبل. ايه الدليل ان هي الانجل اوف ماندبل؟ احنا الانجل اوف ماندبل هتلاقيها في نفس الليفل بتاع المانديبولار بادي، فده الليفل بتاع المانديبولار بادي اهو اهو، في اخر حته هنا ذيس از ذا انجل اوف ماندبل. الريمس اوف ماندبل هتلاقي الريمس بتقطعي في الريمس، مش هتلاقي فيه مكمل بالمانديبولار ايه بقيه المانديبولار، يعني الجزء ده مش هتلاقيه في الريمس اوف ماندبل. فانت لو انت مش شايفه الجزء قدامك ده تعرفي انك يعني زي هنا مثلا، ده انا بقطع في الريمس اوف ماندبل. ليه؟ لان انا مش شايف الجزء القداماني بتاع الايه بتاع الماندبل. لما شفت الجزء القداماني بتاع الماندبل عرفت ان انا فصلت في اخر حته من الريمس اوف ماندبل اللي هي بيسموها الانجل اوف ايه اوف ماندبل. يبقى وانس انك شفت الانجل اوف ماندبل يبقى اعرف ان ذيس ده اخر حته من البارودد اللي بيسموها بارودد ايه بارودد تيل. السيجنال بتاع البارودد بيقولوا ان هي مينلي فاتي ان نيتشر، والفات كونتنت بتاعها بيزداد وذ ايج، كل ما السن يتقدم كل ما تبقى مور فاتي عن الايه عن الـ عن الناس الصغيره. ماشي في التي 1 في التي 1 اه فات. ماشي اوكي طيب. قلنا لما اقول ان دي بارودد ليجنز، بارودد ليجنز احددها بطريقتين، الاقي الايبي سنتر على البروتيد جلاند، كمان الاقي الديسبيسمنت بتاع الماستيكيوتور سبيس، لقيته ان السبيس البارفرنجل سبيس از ديسبيسد ايه ميديال خلاص. طيب هنا السؤال، البارودد ده طالع من اي لوب، سوبرفيشال لوب ولا ديب لوب بتاع البارودد؟ ديب. ليه؟ لان هو ديب للايه الريترومانديبولار فين اهو خلاص، فهو طالع ديب لي فده ديب لوب، وبالتالي بقول له خلي بالك ان الليجن طالع من الديب لوب، خلي بالك وانت داخل تعمله دايسكشن انت ممكن تعدي في البرانشات بتاعه الايه بتاعه الفيشر ايه فيشر نيرف. طيب رابع سبيس كاروتيد سبيس. الكاروتيد سبيس هو اللي يمثل السبيس اللي بيحتوي على الكاروتيد شيث او الكاروتيد فيسلز زي ما احنا عارفين، والسبيس ده بيبقى بادئ كرينيو كودالي من السكال بيز زي اي السبيسز العاديين بتوعنا، ولكن الانتهاء بتاعه بيبدا ينتهي لغايه بيمشي لغايه لما يخلص فين؟ لغايه لما يخلص في الاورطه. احنا عارفين الكروت طالع من الاورطه لغايه لما يطلع في يخلص في الاورطه، وبالتالي ده مثال على بيور سوبرا هايويد ولا ميكسد سوبرا هايويد وانفرا هايويد. ميكسد لان هو بدا من يعني هو بدا من السكال بيز في السوبرا هايويد وبدا ماشي 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 عدى الهايود لانتهى لغايه لما وصل للميدياستاينم، فاكيد مشي في الايه في الانفرا هايود كمان سبيس. فده مثال على سوبرا اند انفرا هايود سبيس او نيك سبيس. ان احنا ناخده النهارده الجزء اللي هو السوبرا ايه السوبرا هايود. طيب الكونتاكت بتاع السكال بيس بتاع الايه بتاع السوبرا هايود كاروتيد سبيس، لما بيكونتاكت السكال بيس بيكونتاكت فين تتوقعوا انتوا؟ قالوا والله ببساطه خالص بيكونتاكت بيتراس ايه بيتراس بون بس من تحت. قال لك في ليها سكال بيس فورامن ولا ما لهاش سكال بيس فورامن؟ طبعا ليها سكال بيس فورامن طبعا، لان هو بيحتوي على انترنال جاجلر افين والانترنال كاروتيد ارتري، وبالتالي الانترنال كاروتيد ارتري زي ما احنا عارفين بيمشي فين؟ في الكاروتيد كانال صح؟ زي ما اتفقنا بيمشي جوه البيتراس، فاكيد في فورامن اللي هي بتاعت الكاروتيد كانال، وكمان بيكونتاكت البيتراس بون صحيح الجزء الوراني ده اللي هي ايه الجاجلر ايه الجاجلر فصه او جاجلر بالب عشان خاطر يكمل ايه يكمل ك الترن جاجلر بيكمل جوه السكال ك ايه السيجمويد يكمل بالسيجمويد. المهم فهو بالاخر ذيس از ذا المكان اللي بيمسك فيه الكاروتيد سبيس في الفلور اوف ذا بيتراس بون، ويبقى فيه فورامن طبعا بيبقى فيه فورامن، وبالتالي ممكن يبقى سهل ان هو يسبريد من والى الايه انترا كرينيال.
طيب مين هي السبيسز او مين هي الريليشنز بتاعت الايه بتاعت الكاروتيد شيث؟ الريليشنز بتاعت الكاروتيد شيث كالاتي، ادي ده الكاروتيد او الكاروتيد سبيس، والله قدامه هيبقى السبيس ده اللي احنا قلناه بارا فرنجل سبيس، والله بيبقى ميديال هيبقى السبيس ده اللي هو ريترو فرنجل سبيس. طيب لو لاترال يبقى الباروتيد سبيس. بوستيريورلي بقى، بوستيريورلي بيبقى السبيس ده اللي احنا قلنا عليه اسمه ذا، ده ما قلناش عليه، بوستيريور سيرفايكال سبيس. بس ده السبيس ده اسمه بوستيريور ايه؟ بوستيريور سيرفايكال سبيس. و بوسترو لاترال السبيس ده اسمه بيري فيرتيبرال سبيس، سبيس لسه ما قلناهمش عليه، ما قلناش عليه. يبقى انا دلوقتي السبيس الكاروتيد سبيس قدامه ذا بارا فارينجيال، لاترال باروتيد سبيس، ميديال بيبقى ذا ريترو فارينجيال سبيس. اما ورا، ورا عندي حاجه من اتنين، لو انا بتكلم ميديال بوسترو ميديال فانا عندي السبيس اللي هو بيبقى محوط الفيرتبرات ده اللي هو اسمه بيري فيرتبرال ايه؟ بيري فيرتبرال سبيس. ده الفيرتبري بيبقى فيه مصلز قداميه ووصل ورانيه، كل السبيس ده بيسموه ايه؟ بيسموه بيري فيرتبرال ايه؟ سبيس. ده بوسترو ميديال. اما بوستر لاترا بيبقى فيه سبيس كده اسمه بوستيرو سيرفايكال سبيس، وهنتكلم عليه كمان شويه، اسمه بوستيرو سيرفايكال ايه؟ بوستيرو سيرفايكال سبيس. طيب ايه الكونتنت بتاعت السوبرا هايويد كاروتيد سبيس؟ الكونتنت بتاعته متوقع يبقى انترنال كاروتيد ارتري، متوقع يبقى انترنال جاجلر فين. انترنال كاروتيد ارتري بيبقى قدام، انترنال جاجلر فين بيبقى ورا، صح؟ وبيحتوي على اللور فور كرينيال نيرف، بيحتوي على اللور فور كرينيال نيرف. مش احنا كنا قلنا اللور فور كرينيال نيرف بيطلع مين لمين؟ الجاجلر بالب، صح؟ مش بيطلعوا في جزء منه واحد بيبقى في البارز نيرفوزا واحد والثالثه بعد كده بيبقوا في البارز بالظبط وهايبوجلاسا بالظبط، فهو مين اللي بيطلعوا من هنا ويمشوا جوه الايه كاروتيد شيث. فاللور فور كرينيال نيرف بيمشوا فين؟ في الايه، في الكاروتيد ايه، في الكاروتيد شيث. الحقيقه معظم الكرينيال نيرف بعد ما بيخشوا جوه الكاروتيد شيث اول حته بعد كده يسيبوه، الوحيد اللي بيفضل مكمل من اوله لاخره من الكاروتيد شيث هو الفيجس. الفيجس هو الوحيد اللي بيبقى ماشي من اول هنا لغايه تحت، لغايه لما حتى يسال ان هو راح يسبلاي ايه، بيبقى ماشي يسبلاي الايه اوتونوميك، يسبلاي الايه الهارت، خلاص. وبالتالي كل وبالتالي انا متوقع لو جيت قلت لكم الكونتنت بتاعه الانفرا هايود كاروتيد سبيس احنا مش هنتكلم عليها النهارده، المره الجايه تتوقعوا هيبقى الكونتنت بيبقى كنيرفات يبقى فيجاس واحد بس. طيب الانترنال كاروتيد ارتي يبقى ايه بس؟ يبقى كومن كاروتيد ارتي بالظبط، والانترنال جاجلر فين بيبقى مكمل كانترنال جاجلر ايه، كانترنال جاجلر في. خلي بالكم ان في بليكسس هنا، البليكسس دي ثانية واحدة شوية نكمل بقى معلش. طيب فدي الكونتنت بتاعت الايه، بتاعت الكاروتيد ايه، كاروتيد سبيس. طيب ايه اهميه الـ ازاي اقدر اتعرف عليه في الاكزيال ايمج؟ ببساطه خالص ان انا اشوف الارتريز، ما دام هو الانترنال جاجلر فين والانترنال كاروتيد ارتي، يبقى وانس انا شفتهم يبقى ذيس از ذا ايه، ذيس از ذا كاروتيد ايه، كاروتيد سبيس. ببساطه خالص اشوف الارتريز ذيس از ذا كاروتيد سبيس، عارف قدامهم لقيت ان في بارا فارينجل سبيس، ميديا ليهم بيبقى في ريترو فارينجل سبيس، ورا في سبيس ده اللي هو اسمه بوستيريو سيرفايكال لو انا بتكلم بوستر لاترال، ورا البوستر ميديا بيبقى في المسلز دي اللي هي محوطه الفيرتبرات اللي هو بيسموهم ايه، بيري فيرتبرال ايه سبيس، ولاترال اللي هي هلاقي الباروتيد ايه، باروتيد سبيس بيبقى موجود لاترال. طيب نعم قول. الام ار دوري على الفيسلز، الفيسلز اهم شايفه الفيسلز ده وده، ده الانترنال كاروتيد ارتري واللي وراه ده الانترنال جاجلر ايه، الانترنال جاجلر بي. طيب ماشي. طيب الليجنز بتاعت الكاروتيد سبيس لما تطلع في ليجن في الكاروتيد سبيس توقع ان هو يزق الايه بارافرنجل سبيس زي ايه انتيريورلي، يزق الانتيريور بارافرنجل سبيس انتيريورلي، خلاص. والليجنز بتاعه اللي ممكن تطلع تتوقعه يطلع ايه، والله لو اشوف الاستراكشرز اللي جواه ممكن يطلع منه، والله لو هو فيسل ارتري ممكن يبقى انيوريزم، الفين ممكن يبقى فينس انيوريزم او فينس مالفورميشن، والله نيرف ممكن يبقى نيرف شيث تيومر، نيورو فايبروما او شوانو.
فدي الليجنز اللي بتطلع من الايه، من الكاروتيد ايه، كاروتيد سبيس. طيب البوستيرو سيرفايكال سبيس، البوستيرو سيرفايكال سبيس ده سبيس بيبقى في الجراحه مشهور خالص باسم البوستيريور ترانجل بتاع النك. احنا كنا خدنا في الجراحات حاجه اسمها بوستيريور ترانجل، هو عموما هو سبيس ترانجلر ان شيب كده، بيبقى موجود ما بين عضلتين مشهورين، العضله دي اللي هي اسمها ستيرنوماستويد، والعضله دي اللي سموها ترابيزيوس، فبيبقى في ترانجلر كده، الترانجل ده اسمه بوستيريور سيرفايكال ايه، بوستيريور سيرفايكال سبيس. البوستيريور سيرفايكال سبيس ده ترانجل بيبقى الايبكس بتاعته كونتاكت السكال بيز، وملهاش نيورال فورامن او سكال بيز فورامن، وبتبقى نارود على قد ما تقدر، لان هي بتبقى التقاء الترابيزيوس مع الاسترن الماستويد عند الماستويد ايه، عند الماستويد تيب. اما البيز بتاعتها بتبقى واسعه، وبتبقى عند الليفل بتاع الايه، بتاع الليفل بتاع الكلافيكل كده، وبتبقى ايه، بتبقى واسعه. طيب البوستيريور سيرفايكال سبيس ايه الريليشنز بتاعته؟ قال لك والله ببساطه خالص، هو قدام، هو السبيس ده بيبقى موجود ما بين العضلتين دوت اللي احنا قلنا عليهم، اللي هما بره الاسترن الماستويد والايه ترابيزيوس، فدي العضلات السوبرفيشال ليه. خلاص هو السبيس ده اللي هو باللون البلو ده، خلاص. طيب وايه عضلات اللي ديب ليه؟ قال لك العضلات اللي ديب دي العضلات اللي هي ايه، اللي هي مع عضلات المحوطه الايه، ومع عضلات المحوطه الفيرتبرات اللي هي بيسموهم بيري فيرتبرال ايه، بيري فيرتبرال ماسل، زي ما هنشوف ان الجزء القداماني بتاعهم بيسموه بري فيرتبرال، والجزء الوراني بيسموهم ايه، بارا سباينال، بارا سباينال، بارا سباينال ماسل. فبالتالي هو السبيس ده بيبقى موجود سبيس كريسنت شيبد سبيس كده، بيبقى موجود ما بين العضلات دي اللي هي الاسترنوماستويد والترابيزيوس، بيبقى موجود ما بين العضلات دي اللي هم البري فيرتيبرال اند بارا سباينال ايه، بارا سباينال ماسل، دي السبيس ده. طيب لما بطلع لقدام هلاقي ان قدام الانتيريور ريليشنز بتاعته هو ده اللي هو ايه، عباره عن ايه، كاروتيد سبيس. زي ما احنا قلنا ان الكاروتيد سبيس كان قلنا الريليشن بتاعت البوستر لاترال هو الايه، البوستيريور سيرفايكال سبيس، هو فعلا السبيس هو مباشره بيبقى ورا الكاروتيد، يبقى ده الكاروتيد، او ابص على الكاروتيد ابص عليه وراه هلاقي فيه كريسنت شيبد سبيس كده موجود ماشي ما بين العضلات دي اللي هي السترنوماستويد والترابيزيوس، والعضلات دي اللي هو عباره عن الايه، عباره عن البيري فيرتبرال ايه، بيري فيرتبرال سبيس. ايه الكونتنت بتاعت البوستيريور سيرفايكال؟ الكونتنت بتاعت البوستيريور سيرفايكال فيه نيرف مشهور خالص اللي هو اسمه سباينال اكسسوري نيرف. السباينال اكسسوري نيرف ده نيرف كده بيمشي في السبيس ده، هو بيسبلاي جزء من الاسترنوماستويد ويسبلاي الترابيزيوس ماسل، الاثنين ماسل كده خلاص. بيحتوي عليه كمان لينف نود بيسموه بوستيريور سيرفايكال سبيس لينف نود، او جروب رقم 5، ان شاء الله المره الجايه نتكلم على الجروبس بتاعت اللينف نود، جروب رقم 5. طيب كمان المين بريدومينانت كونتنت بتاع البوستيريور سيرفايكال سبيس از فات، فبالتالي ده المين كونتنت بتاعه بيحتوي على ايه، على فات. بشوفه ازاي؟ زي ما اتفقنا، انت تشوف الكاروتيد سبيس، بعد الكاروتيد سبيس تمشي ورا، اول ما تمشي ورا هتلاقي فيه كريسنت شيب سبيس، كريسنت شيب سبيس مليان فات ماشي ما بين العضلتين دوت اللي هم الاسترنوماستويد والترابيزيوس، والعضلات دي اللي هي عباره عن ذا بيري فيرتيبرال ايه ماسل، يبقى السبيس ده از ذا بوستيريور سيرفايكال سبيس. طيب بالمناسبه البوستيريور سيرفايكال سبيس اتيز سوبرا هايايد ولا انفرا هايايد ولا سوبرا هايايد وانفرا هايايد؟ الاثنين، لان احنا قلنا نهايته فين؟ نهايته عند الكلافيكل صح؟ بادئ من فوق لغايه الكلافيكل، وبالتالي تيزيز عدى اكيد الايه؟ عدى الانفرا هايايد، في جزء من هنا هنتكلم عليه برضه المره الجايه في الجزء بتاع الايه؟ بتاع في الانفرا هايايد ايه؟ في الانفرا هايايد ريجن. الكرونال ايمج بقدر اشوف زي ما احنا شايفين الكرونال الكرينال اكستنشن بتاعته الضيقه خالص، وبعد كده ينزل الاقيه نازل على ايه، على واسع، لقيته ان هو ده الكونتنت ده بيبقى ورا الاسترنوماستويد اهو، فهلاقي ان هو ورا الاسترنوماستويد دي الترابيزيوس، فهو ما بين الاسترنوماستويد والترابيزيوس الاقي فيه فاتي كونتنت كده او سبيس فيه فاتي فات خلاص، بريدومينتلي فات، بادئ بضيق ومنتهي بواسع. وكمان مميز خالص ان هو بيكمل في الايبكس بتاعت الاكزيلا دي، الايبكس بتاعت الاكزيلا هنا الاقي ان هو مكمل من هنا رايح للايبكس بتاعت الايه، رايح للايبكس بتاعت الايه، بتاعت الاكزيلا. طيب السبيس ده لما الاقي فيه ليجنز، قال لك والله الليجن او السبيس ده ملوش علاقه بقى قوي بالبارافارينجل سبيس خلاص، لان ده من سبيس رجع شويه لورا فمالوش علاقه قوي بالبارافارينجل سبيس، بس بعرفه ان هو هيدسبليس بقى ايه، يدسبليس الكاروتيد شيث لقدام، الاقي ديسبليس الكاروتيد شيث لقدام خلاص، وممكن يدسبليس كمان الايه الاسترنوماستويد، الاقيه في ما بين الاسترنوماستويد والايه والترابيزيوس زي كده، فالاقي الليجن ده بريدومينتلي موجود في الحته ما بين الاسترنوماستويد والترابيزيوس وكونتاكت ابطنج الايه البيري فيرتبرال ايه، بيري فيرتبرال سبيس. طيب اشهر حاجه بتطلع فيه البوستيريور سيرفايكال سبيس ايه؟ هو الكونتنت بتاعته، بص على الكونتنت بتاعته ايه، النيرف اللي فيه
سباينال اكسسوري، وبالتالي ممكن يطلع فيه شوانوما، نيورو فايبروما، اي حاجه من النيرف شيث تيومر. كمان في العيال الصغيره بيبقى مشهور خالص يطلع فيهم سيستيك هيجروما، اللي هم اللي ليهم او فين او الليمفاتيك مال فورميشن. الولد يتولد بكيس كده في ايه، في رقبته، مشهور خالص عند الناس بتوع الجراحه، اللي هو بيسموه الليمفاتيك مال فورميشن او سيستيك ايه او سيستيك هيجروما. طيب فارينجال ميكوزال سبيس، الفارينجال ميكوزال سبيس اقصد بيه الفارينكس، الفارينكس بتاعنا الفارينكس، او بيسموه فارينجال ميكوزال سبيس. الفارينجال ميكوزال سبيس ده بادئ من فين منتهي لفين؟ قال لك والله ده بادئ من السكال بيس، خلاص عند الفلور بتاع السينويد ساينس اهو، ومنتهي فين؟ منتهي لحد الايه، لحد الاسوفجس. احنا عارفين ان احنا عندنا كام فارينكس، عندنا 3 فارينكس، عندنا فارينكس بيبقى خلف النوز بيسموه نيزو فارينكس، وعندنا فارينكس بيبقى خلف الاورال كافيتي بيسموه اورو فارينكس، وعندنا فارينكس بيبقى ورا الايه لارينك بيسموه ايه لارينجو فارينكس او هايبو فارينكس. فاحنا عندنا نيزو فارينكس، اورو فارينكس، ولارينجو فارينكس. بادئين من فين؟ بادئين من الديسكال بيز عند البيز او عند الفلور بتاع السفينويد والفلور بتاع الكلايفس، دي كلايفس بون، فالفلور بتاع السفينويد والفلور بتاع الكلايفس، ومنتهي فين؟ منتهي عند الابر بارت بتاع الايه، بتاع الاسوفاجس، عشان يكمل بعد كده بايه، بالاسوفاجس بتاعنا، خلاص. طيب وبالتالي ده مثال على سوبرا هايد ولا انفرا هايد ولا الاثنين؟ الاثنين، خلاص. فهو مثال على الاثنين. النهارده الجزء اللي هو يمثل سوبرا هايد هو عباره عن النيزو فارينكس، هو عباره عن الايه، عباره عن الاورو ايه، الاورو فارينكس. اللارينجو فارينكس هنتكلم عليه في الايه، في الانفرا هايد ايه، في الانفرا هايد سنيك سبيسز. طيب المنطقه اللي بيكونتاكت بيها الايه، الفارينجال ميكوزال سبيس السكال بيز دي، هي عباره عن الاد، هي عباره عن قلنا البيز بتاع السفينويد والبيز بتاع الكلايفس. طيب في فورة من هنا، في فورة من اللي هي ليها علاقه بالتب بتاعه الايه، بيتراس بون، اللي هي الفورة من دي والفورة من دي، اللي هي بيسموها فورة من لاسيرام، اللي هي الفورة من المهتكه، فورة من لاسيرام اللي هي اللي بيمشي فيها كارتد ايه، كارتد ارتري. وبالتالي سهل جدا، خلي بالكم عشان دي حاجه مهمه، ان لو في ليجن موجود في النيزوفارينكس سبريد intracranial، بنشوف كتير nasopharyngeal carcinoma spread through the intracranial through the foramen ايه، through the foramen lacerum، خلاص. طيب بالنسبه لي الريليشنز بتاعت ايه، هو ايه قدامها وايه وراها؟ والله الفارينجال ميكوزال سبيس ده اللي هو الفارينكس بتاعنا، اللي هو النيزوفارينكس ده اللي هو بيبقى ورا النوز، والاوروفارينكس اللي هو بيبقى ورا الاورال كافيتي، وده اللارينجوفارينكس بيبقى ورا الايه، اللي ورا الايه، اللارينكس، خلاص. طيب القدام هتلاقي الايه، الاير كولم بتاع الايه، بتاع اليومن ذات نفسه، يعني ده الاير كولم بتاعنا بتاع النيزوفارينجيال اليومن، وده الاوروفارينجيال ايه اليومن. طيب وراه في سبيس كده صغير خالص اسمه ريترو فارينجيال سبيس، هنتكلم عليه كمان شويه. سبيس صغير خالص بيبقى ما بين العضلات اللي هي بتبقى تمثل البريفيرتيبرال ماسلز، خلاص، والفارينجيال ميكوزال سبيس، في سبيس صغير خالص اسمه ايه، اسمه ريترو فارينجيال سبيس. طيب ايه لاترالي؟ لاترالي از ذا، لا في بارا فارينجيال سبيس، بارا فارينجيال سبيس اهو. فبالتالي لاترالي ذيس از ذا بارا فارينجيال ايه سبيس، يبقى الفارينكس لاترالي بارا فارينجيال سبيس اهو، بارا فارينجيال سبيس، وراه ريترو ايه، ريترو فارينجيال سبيس، وقدامه هو بيبقى الايه، الاير كولن، على حسب. لو انا بتكلم في منطقه النوز يبقى نيزو فارينجيال يومن، لو بتكلم في منطقه الاورا كافيتي يبقى اورو فارينجيال ايه، اورو فارينجيال يومن. طيب ايه هي الكونتنت او الاستراكشرز بتوع الفارينكس؟ ببساطه خالص احنا عارفين ان الفارينكس عباره عن لاير من الميكوزا، وتحتيها لاير اوف ماسلز اللي هم الماسلز بتاعه الايه، كونستريكتور ماسلز اوف ذا فارينكس. عارفين ان في حاجه اسمها سوبيرو ميدل وانفيرو كونستريكتور ماسل اوف ذا فارينكس، اللي بتعمل الانقباض عشان تساعد الاكل ان هو ايه، يساعد الاكل ان هو ايه يتبلع. فبالتالي دريس هو ميكوزا لير، وبعد كده في مصل زي ما احنا شايفين اهو ماشيين في الوول بتاع الايه، بتوع الايه، بتوع الفارينكس. كمان في حاجه مهمه جدا موجوده في الوول اوف ذا فارينكس، هي عباره عن ليمفاتيك لير، في لير من الليمفاتكس مشهوره خالص في منطقه الميزوفارينكس باسم ايه، الايه، الادينويد، مشهوره خالص في منطقه الاوروفارينكس باسم البلاتايل تونسل واللينجوال تونسل. انتوا عارفين الكلام ده ولا مش عارفين؟ الليمفاتيك ستراكشرز اللي موجودين في الاورال والنيزو كافيتي، بحيث ان هم يمثلوا يعني حاجه اتاك الايه، باثوجين، يعني اي حاجه واحد ياكلها ملوثه او حاجه تشيلها، خلاص.
ففي هم بيمثلوا رينج زي ما انا شايف كده. لو انا قلت لكم ان مثلا ده دي الايه دي البلاتاين تونسل، ودي ده لينجوال بيبقى في ظهر التنج من ورا اسمها لينجوال ايه تونسل، وفي الظهر هنا من النيزوفاريكس من ورا بيبقى في الادينويد او نيزوفارينجر ايه ادينويد. This is ذا لينفاتيك ايه لينفاتيك رينج او لينفاتيك ايه ستراكشرز موجوده. طيب مليان ماينور سليفري جلاند، ماينور سليفري جلاند موجودين جوه البتاع، وبالتالي ممكن يطلع تيومرز من السليفري جلاند جوه الايه جوه الفارينكس ممكن، خصوصا موجود في الايه في السوفت ايه في السوفت بلد. طيب بقدر اتعرف عليهم ازاي؟ ببساطه خالص، انت شايف النيزل كافيتي اهو، يبقى السبيس اللي وراه از ذا نيزوفارينجال ايه سبيس. طيب ده شايف ان ده التانج وده الاورال كافيتي، يبقى السبيس اللي وراه ذيس از ذا اورال ايه او اورو فارينجال ايه ميكوزال سبيس. طيب في حاجه مهمين جدا في الوولز بتاعه النيزوفارينكس، اللاترال وول اوف ذا نيزوفارينكس، اللاترال وول اوف ذا نيزوفارينكس في بروز طالع منه، الجزء اللي طالع منه اسمه تورس تيوبيرس، اسمه تورس تيوبيرس. ده الجزء الرفوعي، الجزء ده التورس تيوبيرس ده هو عباره عن اللور اند بتاعه الاستيكيان تيوب. الاستيكيان تيوب زي ما احنا قلنا ان هي بتفتح من الميدل اير وتجي توصل للايه للايه النيزوفارينكس، فبيبقى فيها بروز. البروز ده بيسموه تورس تيوبيرس. شايفين البروز ده؟ البروز ده، البروز ده يخلق بعد كده في فصه، في قدامه فصه زي ما احنا شايفين، فصه هنا وفصه هنا. الفصه دي بيسموها فصه اوف روزن مولر. فصه اوف روزن مولر دي في غايه الاهميه، لان هما بيقولوا ان ذا موست كومن سايت اوف نيزوفارينجال كارسينوما از ذا فصه اوف روزن مولر. يبقى فصه اوف روزن مولر هي الفصه اللي قدام التورس تيوبيرس اللي هو موجود، البروز اللي موجود في اللاترال وول، ذا اللاترال وول اوف ذا ايه اوف ذا نيزوفارينكس. البوستيرول وول اوف ذا نيزوفارينكس بيحتوي على الليمفاتيك ستراكشر ده اللي هو الادينويد، اللي هو لما يحصل له هايبرتروفايد يودي دي يشيك من ايه من ادينويد في العيال الصغيره. اما الاوروفارينكس فانا مهم جدا اشوف في اللاتر وول بتاعه هو الاستراكشرز دولت اللي هم عباره عن البلاتاين تونسل. دولت الاستراكشرز دولت موجودين في اللاترال وول اوف ذا اوروفارينكس تحت البلاتاين فون تونسل، والبوستير وول بتاع التانج ده وانا بتكلم على التانج اللي هو يمثل الانتير وول اوف ذا اوروفارينكس. شايفين اللاير دي تمثل ايه اللينجوال ايه اللينجوال تونسل، هم عاملين زي شبه الايه رينج بيسموها والداير ايه والداير رينج. الليمفاتيك ده عامل زي حلقه اسمها بيسموها والداير ايه والداير رينج. وبالتالي اللاترال وول اوف ذا نيزوفارينكس بي فيه ستراكشرز مهمين، واللاترال وول اوف ذا اوروفارينكس بيبقى فيهم ستراكشرز ايه مهمين برضو. السجتال ايمج اقدر اشوف الليفل بتاع كل ايه بتاع فين انتهى الكرينيو كودر اكستنشنز كويس. في السجتال ايمج اقدر اشوف فين الايه النيزوفارينكس وبدا فين وانتهى فين، اقدر اشوف الاوروفارينكس ابتدى فين وانتهى فين، اقدر اشوف اللارينجوفارينكس ابتدى فين وانتهى فين. احنا نسينا نقول الليفل او اللاند مارك بتاعت كل ايه بتاعت كل سبيس، يعني بدا فين وانتهى فين. النيزوفارينك بيبدا من السكال بيز زي ما قلنا وبينتهي عند ايه، بينتهي عند شايفين ده ايه ده الهارد بلد خلاص، فهو بينتهي عند الليفل بتاع الايه عند الهارد عند الليفل بتاع الهارد بلد اللي هو بعد ما ايه بعد ما النوز خلصت صح زي ما اتفقنا. يعني كده النوز خلصت فالنيزوفارينكس خلص ستراكشر لاند مارك السبيسيفيك يعني هو الايه البلد. طيب بالاوروفارينكس من فين لفين؟ قال لك بدا من البلد وانتهى عند ايه ده ذيس از ذا ايبيجلوتس خلاص، فانتهى من بدا من الهارد بلد وانتهى عند الايبيجلوتس يعني بعد ما انتهى الايه بعد ما انتهى الاورال كافيتي. طيب بالنسبه لي اللارينجوفارينكس قال لك بدا من الايبيجلوتس انتهى عند الايه عند الابر ايه عند الابر اوسوفيجس. طيب السبيس ده زي ما قلنا لما يطلع فيه سبيس الليجن هيزق الايه البارافارينجال سبيس يزقه لاترال صح، لان هو السبيس السبيس بارافارينجال سبيس يعتبر لاترال ليه خلاص. خلي بالكم الموست كومن ليجنز في الادلت في العيانين اللي هم في اللاترال وول اوف ذا نيزوفارينكس هو نيزوفارينجال ايه نيزوفارينجال كارسينوما، بتبقى اوكيباينج الايه واوبليتريتنج الفص اوف ايه اوف فروزن ايه اوف فروزن مولر. خلي بالكم السبريد ممكن سبريد انت كرينال ثرو فورامين اوف لاسيرام فورامين اوف لاسيرام الانتراكرينيال اكستنشن فورامين اوف ايه اوف لاسيرام. طيب ريترو فارينجال سبيس السبيس اللي ورا الفارينكس الانبوبه دي السبيس اللي بيبقى ورا الايه ورا الفارينكس ده الفارينكس بتاعنا اهو اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، في بيبقى في سبيس كده رفيع خالص ما بين البري فيرتبرال اللي هو المسلز اللي هي موجوده قدام الفيرتبري وبين الفارينكس ذات نفسه، في سبيس رفيع خالص 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 اسمه ايه اسمه ريترو فارينجال ايه ريترو فارينجال سبيس، وده بيبدا من السكال بيس بينتهي عند الايه بينتهي عند الايه تي 3 فيرتبرال ايه في تي 3 فيرتبرال بادي.
خلي بالكو ان ده سبيس رفيع خاص بيبقى كونتاكت السكال بيزا عند الحته بتاعت الكلايدس وملوش ايه ملوش فورامن ريليتد فورامن ليه خلاص بيبقى كونتاكت الايه السكال بيزا عند المنطقه الرفيعه خالص دي اللي هي بتبقى ورا الايه ورا المنطقه بتاعت الايه بتاعت النيزوفاريكس. طيب السبيس ده ايه اللي قدامه؟ الفارينجال ميكوزال سبيس اللي احنا اتكلمنا عليه سواء كان نيزوفاريكس او في نقطه النيزوفاريكس او في اورو فارينكس في اورو فارينكس في اللارينجو فارينكس يبقى اللارينجو فارينكس. ايه اللي وراه؟ بيري فيرتبرا بيري فيرتبرال سبيس بالظبط. ايه اللي وراه؟ بيري فيرتبرال سبيس. ايه اللاترالي؟ كاروتيد ايه؟ كاروتيد سبيس. اللاترالي بيبقى الكاروتيد ايه؟ الكاروتيد ايه؟ كاروتيد شيت او كاروتيد ايه؟ كاروتيد سبيس. طيب ايه الكونتنت بتاعت الريترو فارينجال سبيس؟ بيحتوي على فات كميه من صغيره من الفات والحقيقه كمان بيحتوي على حاجه مهمه جدا ان هي ليمف نود بيحتوي على بيسموهم ريترو فارينجال ليمف نود وخصوصا هو السبيس ده سوبرا هايد ولا انفرا هايد ولا بوث؟ الاثنين لان هو بادئ من السكال بيز وراح عند تي 3 فهو الاثنين خلاص فهو سوبرا هايد وانفرا هايد. السوبرا هايد بورشن بتاعه بس هو ده اللي بيحتوي على الايه؟ على الليمف نودز دولت بيحتوي على ليمف نود بيسموهم ريترو فارينجال ايه؟ ريترو فارينجال ليمف نود. في منهم لاترال جروب في منهم ميديال ايه؟ ميديال جروب. الجروبس بتاعت الليمف نودز دولت مهمين جدا 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 لان هم بي سورس او بيدرين الفارنكس ميلي وبيدرين الايه تو ليس اكستنت ذا ثايرويد جلاند بيبقى مور برومنت في الاي في الايه في الاطفال الصغير. طيب بشوفه ازاي ببساطه خالص هلاقي في الفرينجال ميكوزال سبيس هلاقي في لاير من فات بوستيرو اللي هو برايد ده بوستيرو للايه للفرينجال ميكوزال سبيس وقدام الايه المسلز اللي هو بري فيرتبرال ايه بري فيرتبرال مسلز دي بري فيرتبرال مسلز الاقي اللاير الصغيره من الفات ده هو ده السبيس از ذا ريترو فرينجال. الريترو فرينجال ده كل ما بنصغر بننزل لتحت يوسع يعني الانفرا هايد هلاقيه المره الجايه ان شاء الله هلاقيه اكبر من الايه من الايه من السوبر هايد بس ما بيحتويش على ايه ما بيحتويش على الليمف نودز. شايفين السبيس الرفيع خالص ده اللي بيبقى فيه فات اللي ما بين اللي ورا الميكوزا السبيس ده واللي قدام البري فيرتبرال سبيس ده فهو بيسموه السبيس الرفيع ده اللي هو اسمه ايه اسمه ريترو فارينجال ايه ريترو فارينجال سبيس. طيب اهميه السبيس ده ان هو ممكن يطلع في ليجن الليجن ده زي ما قلنا لو هيطلع ممكن يزق البارا فارينجال سبيس يزقه انتيريورلي يزقه انتيريورلي اند لاترال خلاص يبقى ده والليجن ده غالبا بيبقى زي ما قلنا ان هو بيحتويش غير على الليمف نودز فممكن يبقى ليمف نودز. الليمف نودز زي ما قلنا في العيالين دولت لازم ابص كويس على الفارينكس بص على النيزو فارينكس والاورو فارينكس اللارينجو فارينكس لان هو مين درينج للفارينكس وكمان ابص على الايه على الثايرويد اند تو اكستنت الثايرويد. الحقيقه وجود الليمف نودز دي في عيان كبير مقلقه بالنسبه لنا لان احنا عاده ما بنشوف ممكن نشوفهم كتير في الاطفال وممكن يبقى سببهم انفكشن بس في عيان كبير اكتر من سن 30 سنه بص كويس على الفارينكس بص كويس على الفارينكس وجود الليمف نودز دولت مقلقين بالنسبه لنا بص كويس على الفارينكس والثايرويد ايه والثايرويد جلاند بيبقى الليمف نودز بتزق الفارينجال سبيس لاترال وبتزق الانتيريور وبتزق الايه كاروت سبيس زقه ايه زقه لاترال خلاص. اخر سبيس اللي هنتكلم عليه هو البيري فيرتيبرال سبيس وهو السبيس قلنا اللي هو محوط الايه الفيرتبرات فهما بيقسموه لاثنين قال لك والله بري فيرتبرال سبيس اللي هو قدام الترانسفيرس بروسيس ده الترانسفيرس بروسيس المسلز اللي قدام الترانسفيرس محوطه بالفيرتبري قدام الفيرتبري بيسموها بري فيرتبرال ايه مسل او بري فيرتبرال سبيس. اما المسلز اللي بتبقى ورا السباينس بروسيس او السباينس بروسيس ورا الترانسفيرس بروسيس بيسموهم برا ايه برا سباينال ايه برا سباينال مسلز وبالتالي السبيس ده كله اسمه ذا برا سباينال سبيس والسبيس ده اسمه ايه اسمه ذا بري فيرتبرال ايه بري فيرتبرال ايه بري فيرتبرال سبيس الاثنين على بعض اسمهم بيري فيرتبرال ايه بيري فيرتبرال سبيس يعني السبيس المحوط الايه المحوط الفيرتبرال. طيب السبيس ده لاترالي في ايه السبيس ده لاترال لا السبيس اللي انا بشاور عليه ده السبيس اسمه ايه السبيس ده لا خدناه والله خدناه وقلنا ان هو كريسنت شيفت بوستيرو سيرفايكال سبيس فلاترالي بيبقى اللي ذا بوستيرو سيرفايكال سبيس بوستيرو سيرفايكال سبيس بيبقى لاترال لي كده اسمه ذا بوستيرو ده البوستيرو سيرفايكال سبيس بيبقى لاترال لي ال ايه البري فيرتبرال سبيس وقدامه طبعا الايه ده كاروتيد سبيس قدام البري فيرتبرال سبيس هو الايه السبيس الصغير ده ريترو فارينجال ايه ريترو فارينجال سبيس. طيب
ببساطة خالص ايه الاستراكشرز اللي فيه؟ طبعا البريفرتبرال ماسلز والبارا سباينال ماسلز خلاص، وبيشملوا الفرتبرال بودي كجزء من البريفرتبرال سبيس، وبيشملوا السباينال بروسيس واللامينا والكلام ده كجزء من الايه بارا سباينال ايه بارا سباينال سبيس. خلي بالكم لو كنتوا فاكرين في نيرف السكالين ماسل، لو كنتوا فاكرين ده تعتبر جزء من البريفرتبرال ماسلز، وكان بيبقى ماشي فيهم نيرفات، فاكرين؟ يبقى ماشي ما بين سكنس انتيريور وسكنس ميديوس، فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرين؟ بريكيال بليكسس لما كانت بتطلع ما بين سكنس ميديوس. بريكيال بليكسس بتبقى طالعه من ما بين السكنس انتيريور وسكنس ميديوس، لو كنتوا فاكرين في الانتر سكالين سبيس او انتر سكالين انتر انجل خلاص. فمن ضمن الكونتنت بتاعت البريفرتبرال سبيس الروتس بتاعت الايه؟ بتاعت البريكيال ايه؟ بتاعت البريكيال بليكسس. طيب بشوفه ازاي؟ والله ببساطه خالص اشوف الماسلز المحوطه الايه؟ الفرتبري دي فرتبري، الماسلز المحوطه الفرتبري اهم، يبقى ده اسمه ذا بري فرتبرال سبيس. لو هو قدام ترانسفيرس بروسيس يبقى ذيس ا بري فرتبرال سبيس او بري فرتبرال ماسل. لو هو ورا يبقى ذيس بارا سباينال ايه؟ بارا سباينال ايه سبيس. والسبيس اللي احنا شايفين لاترال ده اللي هو ايه؟ بوستيريور سيرفايكال سبيس. طيب بعرفه ازاي؟ والله البريفرتبرال سبيس ده عاده بيبوش الايه ريتروفرنجل سبيس ده، يبوش لقدام خلاص، يرفع المسلز بتاعت الـ 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 او الـ او البريفرتبرال مسلز اللي قدام خلاص، ويبوش الريتروفرنجل سبيس لقدام. اشهر السبيس او اشهر ليجن تطلع في البريفرتبرال سبيس هما غالبا بيبقى ريليتد للايه الفرتبري ذات نفسها، فلا اما ميتاستاسيس كاتيومورا لا اما انفكشن سبونديلو ديسكايتس. وخلي بالكم ان البريفرتبرال سبيس ده سبيس بيبقى قدامه فاشيا تايت، وعاده السبريد لما بيبقى او لو في بروسيس هتروح البريفرتبرال سبيس غالبا هتلف وترجع تبقى ايه، يبقى ليها اكستنشن ايبيديورال. فدايما يبقى مع لو لقيت في حاجه بريفرتبرال بص دايما على الايه، على الايبيديورال اكستنشن، لان في فاشيا هنا تايت جدا، فبيبقى اسهل ان هو بعد ما بيسبريد هنا يروح راجع ورا ويخش جوه ايه، يخش جوه اي بي اي ايبيديورال. يبقى مع البريفرتبرال بص على الايه، على الايبيديورال ايه سبيس. يبقى احنا السبيسز اللي خدناهم النهارده ايه؟ خدنا برا فرنجر سبيس ده الكور، وخدنا ماستيكيتور سبيس وراه باروتيد سبيس، وخدنا الكاروتيد سبيس وراه البوستيرو سيرفايكال سبيس، وخدنا النيزو فري او الفرنجر ميكوزا سبيس وراه ريتور فرنجر سبيس، وراها ده البريفرتبرال ايه؟ بريفرتبرال سبيس. المرة الجاية نتكلم عن الانفرا وايد.